أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الحصاد وبداية الحصاد والحديث عن دوري المحترفين الأردني لكرة القدم، ونذكر بنتائج هذه الجولة وكان ختامها اليوم حيث افتتحت قبل أيام بلقاء الوحدات وسحاب والذي انتهى بهدف وحيد عن طريق هشام السيفي، وفي لقاء آخر الرمثة حقق فوز هام على نادي الحسين في ديربي الشمال بهدفين لهدف، وفي ثاني أيام هذه الجولة انتهى لقاء شباب الأردن وشباب العقبة بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، وفي لقاء آخر حقق نادي الصلب فوز أيضا هام وواصل تحقيقه للانتصارات بفوزه على الصريح بهدفين لهدف. وأيضا في ختام هذه الجولة التقى اليوم الفيصلي والأهلي وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف، والجزيرة حافظ على آماله في المطاردة والمنافسة على لقب الدوري بفوزه على نادي معان بهدفين مقابل هدف. وإليكم مشاهدينا الكرام الترتيب العام لدوري المحترفين، والمتصدر نادي الوحدات وبفارق 9 نقاط عن أقرب مطارديه. تحدث الليلة مشاهدينا الكرام في حصاد الرياضية عن دوري المحترفين، وضيوف الحصاد هذه الليلة عبر الهاتف سيكون معنا من مصر المدرب المصري محمد عمر، والذي خاض تجارب عديدة في الدوري الأردني للمحترفين وأشرف على تدريب نادي الوحدات في سنوات سابقة، وأيضا سنتحدث عن دوري الدرجة الأولى، وسيكون معنا عبر الهاتف المدير الفني لنادي الطرة الكابتن ظاهر السردي، وكالمعتاد دائما منكم وإليكم وحديث عن دوري كرة القدم النسوي، والبطل نادي عمان توج اليوم بلقب الدوري النسوي للمحترفات وهو اللقب الرابع له في تاريخه والثاني على صعيد دوري المحترفات بعد تحقيقه للانتصارات ولم يتعرض لأي خسارة، وسيكون معنا أيضا الكابتن خالد النمر المدير الفني ومدرب نادي عمان سيكون معنا عبر الهاتف. طبعا في البداية بكل تأكيد مشاهدينا الكرام الحديث عن دوري المحترفين والوحدات في الصدارة الذي يبتعد فقط عن تحقيقه للانتصار في الجولة القادمة، نقطة واحدة تفصل عن بطولة الدوري. اللقاء هام سيكون لنادي الوحدات الجولة القادمة أمام نادي الجزيرة الذي حقق فوز هام اليوم على نادي معان بهدفين مقابل هدف، نادي معان الذي أصبح في وضع صعب بعد هذه الخسارة بعد سلسلة من التعادلات في دوري المحترفين. أيضا الأهلي والفيصلي وحديث مفصل عن هذه المواجهة والتي انتهت بالتعادل، مواجهة مثيرة، والفيصلي حتى الآن يسقط في فخ التعادل في المواجهات ولم يحقق الانتصارات في المباريات الأخيرة، مما جعله أيضا في وضع صعب بعد أن كان الهدف والطموح تحقيق لقب بطولة الدوري. حديث أكثر وأكثر وسيكون معنا بعد لحظات من مصر المدرب المصري الكابتن محمد عمر الذي سيكون معنا في حصاد الرياضية للحديث عن دوري المحترفين، ودائما في الحصاد وفي القناة الرياضية نكون منبر لجميع المدربين، والحديث عن الدوري الأردني يكون معنا عبر الهاتف الكابتن محمد عمر. يسعد مساك كابتن محمد. أهلا بك يا أستاذ ليث، أهلا، كل سنة وأنت طيب والشعب الأردني بخير يا رب. الله يسلمك يا كابتن، طمنا عنك في البداية. تمام الحمد لله، والله الحمد لله كابتن. يعني بعد تجاربك في الدوري الأردني بكل تأكيد القلب بيظل دائما مع أندية كرة القدم الأردنية، وبكل تأكيد يعني ولو متابع بالشكل العام، كيف بتشوف اليوم مستوى دورينا الدوري الأردني؟ أكيد نادي الوحدات الحقيقة له معزة في قلبي من أيام لما كنت لاعب على فكرة يعني، نعم، وقدت كمدرب، فأكيد عنده معزة يعني كبيرة قوي في قلبي. وأنا شايف الدوري الأردني الحقيقة يعني أنا شايف الوحدات بيغرد منفردا هذا الموسم يعني. صحيح متابعتي للدوري الأردني مش كتيرة لظروف عملي، لكن أكيد متابع إلى حد ما وبشوف بسمع الأخبار، نعم. يمكن شفت بعض المباريات. الحقيقة أنا بقيس المستوى الدوري على مدى قوة الوحدات والفيصلي الحقيقة، والجزيرة معهم أخيرا، نعم. فأنا الحقيقة شفت مباراة الفيصلي النهاردة الحقيقة
الفريق مش قوي يعني. شفت مباراة الجزيرة برضو، فريق إلى حد ما محترم، لكن أنا شايف الوحدات يعني سابقهم بفترة طويلة قوي، والموضوع حسم الدوري هو ما هو إلا وقت يعني، إن شاء الله ويحصد الوحدات اللقب. نعم كابتن، لو تحدثنا من البداية وبداية هذه الجولة، طبعا بكل تأكيد أنت مشغول اليوم بتدريبك في مصر وأيضا بالتحليل دائما لمباريات الدوري المصري، ولذلك نتشرف اليوم بوجودك معنا في حصاد الرياضية عبر القناة الرياضية. أولى المواجهات هذه الجولة كانت الوحدات سحاب بهدف هشام السيفي، الوحدات حقق فوز قد يضعه أقرب وأقرب ويقرب مهمته بحسم اللقب. كيف شاهدت الوحدات كابتن؟ تحدثت بأن الوحدات يغرد وحيدا بسجل نقطي عالي وسجل تهديفي عالي الوحدات هذا الموسم بقراءة من المدرب المصري محمد عمر. أكيد احنا ما تعودناش إن الفارق يبقى كبير جدا بين الوحدات والفيصلي بالتحديد يعني. نعم. ودخل معاهم الجزيرة أعتقد من سنتين أو ثلاثة أصبح منافس قوي جدا يعني، فمعنى إن 9 نقاط فارق وباقي 3 جولات، فهنا بنقول إن الوحدات الحقيقة بيغرد يعني. أنا بقول بناء على الأرقام والإحصائيات يعني. صحيح. يعني الوحدات فريق قوي، فريق قوي وعنده لعيبة متميزة جدا ولعيبة منتخبات وأعتقد يعني الفيصلي بيمر بفترة عدم اتزان شوية، وده واضح على النتائج بتاعته يعني. نعم. عشان كده أنا بقول الوحدات يعني ما عندوش منافس هذا الموسم بالتحديد. كابتن راح تحدث أكثر، بس اليوم كابتن ممكن تتحدث عن نادي الوحدات. اليوم الوحدات كابتن وانت مدرب عربي عنده مشاركة تاريخية، وهي المشاركة الأولى له في دوري أبطال آسيا. على أداء نادي الوحدات على مستوى الدوري الأردني، كيف بتشوف مشاركة نادي الوحدات في دوري الأبطال، دوري أبطال آسيا؟ والله هو دوري الأبطال أكيد صعب يعني. نعم. صعب جدا، لأن بنتكلم مثلا على إذا كان القرعة هتقعوا مثلا مع السعودية، مع قطر، مع الإمارات، فدول الحقيقه بيملكوا محترفين على مستوى عالي جدا. نعم. هي مشكله الوحدات يعني، انا قدتهم في اسيا يعني. نعم. المشكله كانت او اللي بيعمل الفارق الحقيقه بين الوحدات بقيه الفرق الاسيويه هو المحترفين. نعم. يعني هل تتخيل كنا بنلعب مثلا فريق في الكويت وعندهم محترف واحد ثمنه 3 مليون دولار. نعم صحيح. فطبعا الفارق الكبير في المحترفين هو اللي بيصنع الفارق الحقيقه في البطولات الكبيره دي. صحيح. اعتقد لو الوحدات قدر يدعم بمحترفين على مستوى عالي عشان يواكب المستويات الاسيويه الاخرى، فممكن يبقى له حضور، ما دون ذلك بتبقى الامور صعبه جدا يعني. نعم. طب كابتن ممكن تاريخيا نتحدث، ممكن ما في يعني انجاز واضح وتحقيق لقب للانديه الاردنيه، لكن ونستذكر انه اليوم الانديه الاردنيه بالرغم من فارق الامكانيات الكبيره مع الفرق الاخرى، الا انه اذا بنستعرض بعض النتائج في المشاركات الخارجيه، على سبيل المثال الوحدات حقق الفوز على النصر السعودي، حقق الفوز على الاهلي السعودي، حقق الفوز على الوداد المغربي، ايضا الفيصلي حقق الفوز على النصر السعودي وعلى فرق عربيه كبيره وممكن ابرزها الاهلي المصري والزمالك المصري. لذلك اليوم ممكن نتحدث عن فرق كبير في الامكانيات وعن المحترفين واللاعبين، لكن يبقى الظهور الاردني في الخارج في بعض الاوقات يكون ظهور مشرف لكره القدم الاردنيه والعربيه ايضا. اكيد ما في شك، طبعا بيبقى في بعض الاستثناءات يعني، لكن انا بتكلم على الفوارق الماديه. نعم. اللي بناء عليها بنجيب محترفين على مستوى عالي. نعم. الفترة اللي فاتت دي المحترفين الحقيقة اللي في آسيا بقوا يعني كتير جدا وعلى مستوى عالي جدا، وأرقامهم خيالية في العقود بتاعتهم يعني. يمكن كان في السابق كده من 7-8-10 سنوات ما كانتش الأمور بهذه القوة يعني. لكن دلوقتي الأمور صعبة جدا، لكن يبقى في استثناء في كرة القدم ممكن. نعم. أفوز في دور، لكن عشان اوصل للنهايه لازم يبقى عندي محترفين بل ومحليين كمان على مستوى عالي. صحيح صحيح. كابتن هذا الموسم ممكن الوحدات على الاداء اللي بيقدمه صار في يعني حاله جدل رياضي، دائما الجماهير تبحث عن الجدل ودائما المناكفات في الرياضه حتى عند الجماهير العاشقه لفريق معين. فالوحدات اليوم انا بحب اسال اي ضيف سؤال، أن الوحدات اليوم بيمتلك دك، بيمتلك أسماء قوية، بيمتلك جهاز فني على سوية عالية وله الاسم على المستوى العربي بقيادة الكابتن عبد الله أبو الزمع، هل بتشوف اليوم الوحدات باستطاعته أن يقدم أكثر في دوري المحترفين كأداء؟ يعني اليوم عدد كبير من المتابعين بحكي لك
يعمل وحدات بفوز ومتصدر وبأريحية، ومن أول جولة لا حتى نهاية الدوري ممكن يبقى هو المتصدر، يعني الصدارة ما راحت منه من أول أسبوع. لكن بحكي لك يا عمي ما مش شايفين في متعة وفي أداء. هذا الأمر بوجهة نظرك بقراءتك بتشوفه في دوري كورونا بدون جماهير؟ طبعا دوري بدون جماهير الحقيقة ملوش أي معنى أو طعم، حتى احنا في مصر بنعاني من هذا الموضوع، يعني عدم وجود جماهير. نعم. لكن ده واقع واتفرض علينا يعني. نعم. الجزء الثاني لا، نادي الوحدات بيملك مدرب، وأنا تنبأت له على فكرة بأنه يبقى مدرب المستقبل الكابتن عبد الله أبو الزمع يعني. نعم. وأنا على فكرة اللي عرضت عليه في البداية أنه يتجه للتدريب، لأن أنا كنت بدربه موسم 2004 يعني. أه. وكان السن كبر بقى وبتاع، فحبيت اخده في الجهاز التدريبي معايا. ليش كابتن يعني شوف شفت شيء مميز عند الكابتن عبد الله ابو زمع نصحته يتجه للتدريب؟ عبد الله اولا انا على مستوى الشخصي الحقيقه حتى وهو لاعب الحقيقه كنت معجب بادائه وستايله داخل الملعب يعني. نعم. ده جزء. الجزء الثاني عبد الله عنده شخصيه قياديه حلو، ودي على فكره ممكن ما تتواجدش كتير سواء في لاعبين او في مدربين. وبالتالي انا تنبأت له انه هيبقى مدرب كويس، يعني انه عنده شخصيه قويه محبوب من اللاعبين على فكره، مجتهد في شغله، لان انا قعدت اتناقشت معاه فتره كده في موضوع التدريب يعني. لا عبد الله مدرب واعد ان شاء الله وربنا يوفقه يعني ان شاء الله بالتوفيق. الثالث والاهم يعني انت لما تكون مالكش منافس في الدوري نعم اكيد في بعض الاوقات هيبقى في خمول في ادائك او في ثقه. كابتن محمد لهالدرجه شايف بدون مجهود كابتن يعني. لهالدرجه شايف ما في منافس للوحدات في دوري المحترفين؟ ممكن الوحدات خاض مواجهات هامه جدا ومفصليه، وكل الوحدات ممكن بفارق كبير، لكن كانت المنافسه حاضره في بعض الاوقات، خصوصا في احدى الجولات كانت مع الرمثة اللي راح يكون حديثنا بعد لحظات عن نادي الرمثة، وايضا كانت المنافسه قويه ايضا مع نادي الجزيره، وحتى الان نادي الوحدات داخل بالاجواء، يعني نادي الوحدات حاط بعينه تحقيق الانتصارات في الثلاث مواجهات القادمه. تمام. لا انا قلت لحضرتك في البدايه كره القدم فيها استثناءات يعني. اها. فمن الطبيعي جدا ان يبقى في بعض المباريات الصعبه والقويه يعني. نعم. خاصة يعني أنا شايف نادي الجزيرة بقاله حوالي 3 مواسم الحقيقة بيقدم مردود عالي جدا. نعم. لكن أنا هنا بتكلم يعني على فارق نقاط كبير جدا بين الأول والثاني. نعم. أو الأول والثالث وهكذا يعني. أنا بقيس برضو المستويات مش عالية قوي مع احترامي لكل الأندية الثانية على الفيصلي والجزيرة بالتحديد، بقيس عليهم قوة الدوري. الفيصلي بعيد جدا عن المنافسة. نعم. الجزيرة منافس قوي جدا، بس منافس قوي جدا وفارق 9 نقاط يعني. صحيح. كتير قوي يعني. لكن صحيح. هو يبقى الوحدات الحقيقة، أنا من وجهة نظري دي وجهة نظري الشخصية يعني. نعم. هو بلا منافس هذا الموسم. نعم. كابتن من الوحدات، ومن وحدات عبد الله أبو زمع للرمثة، ورمثة جمال محمود الآن بقيادة الكابتن جمال محمود، أيضا صديقك الكابتن جمال محمود. كيف بتشوف هذا الرمثة الموسم الحالي إذا كنت متابع بالشكل العام؟ طيب، وجمال محمود على فكرة برضو من مش عايز أقول تلميذ نجيب، اشتغل معايا مجرد ما اعتزل، اشتغل معايا مساعد مدرب. نعم. ووجدت فيه الحقيقة مدرب هايل جدا، وقلت الكلام ده لرئيس النادي وقتها الأستاذ طارق خوري يعني، طبعا عندك مدرب هيبقى رائع جدا يعني. جمال مدرب ذكي جدا. نعم. ذكي جدا وبيذاكر وبيحفظ وبيدرس وعنده رؤية داخل الملعب، بيعرف يدير المباراة، بيعرف ينتقي اللاعبين، وبالتالي مش غريب على جمال أبدا أن يحط الرمثة في هذه المكانة الكويسة يعني. فجمال لا، نعم، مدرب محترم جدا، وأعتقد أنه هيكمل بشكل كويس الفترة اللي جاية يعني. كابتن أنت مثلا برأيك اليوم من خلال متابعتك اليوم، لو الرمثة وبقي جمال محمود مع الرمثة وموسم قادم، الرمثة الذي لم يحقق البطولات منذ سنوات وسنوات، عقدة عنده فيه مع البطولات، بوصل للنهائي لكن ما بيحالفه الحظ، لو بقي جمال محمود وكان فيه له اختيارات وتعزيز الفريق لنادي الرمثة، عنده أسماء أيضا لاعبين شباب وأسماء مميزين قادرين على تشكيل الإضافة للفريق في المواسم القادمة، بتشوف الرمثة قادر على أن يعود إلى سكة البطولات؟ خلينا بس نقول في البدايه ان الرمثة من احد الفرق القويه جدا، والمنافسه بصفه مستمره على في الدوري الاردني يعني. نعم. يمكن الفتره اللي فاتت الى حد ما بعدت شويه، لكن يبقى فريق من الفرق القويه اللي بيتعمل لها حساب. دي نمره واحد. نمره اثنين، احنا مشكلتنا في العالم العربي ان الفريق يخسر مباراه والثانيه اسهل حاجه انك تقيل المدرب.
صحيح. لا انا شايف الرمس عنده لعيبه صغار في السن، لعيبه هايله جدا، ولفت نظري لاعب اسمه شراره الحقيقه، لاعب متمكن بشكل رائع جدا وصغير في السن. فانا احنا عندنا في مصر لما بتحب تعمل فريق من صغار السن بنقول احنا بنعمل مشروع. حلو. المشروع ده بتدي الامان والثقه للمدير الفني او المدرب مع الولاد الصغيرين دولت مع بعض الاضافات الخبره انه يشتغل بدون اي ضغوط. نعم. ويبقى ده معلن من مجلس الإدارة للجماهير، السنة دي مثلا أنا بعد الفريق وهبقى في وسط الجدول، السنة اللي بعديها هنافس على الدوري وهكذا. لكن للأسف احنا عندنا في العالم العربي بشكل عام حتى في مصر عندنا ما بنصبرش على المدرب. نعم. فأنا شايف جمال بما لديه من خبرة وقوة شخصية وذكاء الحقيقة ميداني وفني رائع جدا، لو ادوله الثقة أعتقد هيرجع الرمسة كما كانت وأفضل وترجع منافسة يعني. نعم، كلام رائع جميل بحق الكابتن جمال محمود، اللي أيضا جمال حقه. محمود ممكن في راح يكون له مداخلة أيضا في الحصاد، حاب يسلم عليك على الهواء اليوم من خلال جمال حبيبي وابني يعني. الكابتن جمال معنا عبر الهاتف، راح يكون معنا الكابتن جمال خلال لحظات. نعم. كابتن محمد ممكن نعم. تحدثنا عن الوحدات، عن الرمسة في المواجهات، وما بدي أدخل معك بالتفاصيل لأنه ممكن مش متابع بالتفصيل أكثر عن مباريات الدوري الأردني، لكن بدي من خلال حديثك عم بتروح للفيصل اليوم، أكيد يعني اليوم حالك كحال أي متابع لكرة القدم الأردنية متفاجئ من مستوى النادي الفيصلي. بشكل كبير جدا الحقيقة، يعني شفت المباراة لولا يمكن الشوط الثاني كان أفضل نسبيا يعني، لكن يعني مش ده الفيصل اللي أنا تعودت عليه اللي أنا واجهته كتير جدا وكان المباريات يعني بين الفيصل والوحدات وقتها مباراه قمه حقيقيه يعني، وفريق قوي، فريق عنيد جدا. النهارده شفته فريق اسف في اللفظ يمكن بلا انياب يعني، استثناء الجزء الثاني من الشوط الثاني الى حد ما بدا يتذكر اللاعبين ان هم بيمثلوا نادي كبير، نادي بلد اسمه الفيصلي يعني، فالى حد ما النتيجه طلعت معقوله يعني، لكن مش ده الفيصلي ابدا اللي احنا تعودنا عليه واللي انا عارفه دايما منافس لنادي الوحدات، وكان دايما المنافسه بتقول اللي بيكسب التاني هو اللي بياخد الدوري. صحيح. او بيبقى فارق نقطه او فارق هدف وهكذا، لكن بالوضع ده الفيصلي لا، لازم يعيد حساباته الحقيقه، لان لو الفيصلي ما كانش قوي في الدوري الاردني الكره الاردنيه مش هيبقى ليها طعم بشكل كبير يعني. نعم. طب كابتن على وضع الفيصلي، شاهدتهم انت في مباراه اليوم وممكن شاهدتهم في مواجهات سابقه، بكل أمانة لو اليوم حكوا لك مثلا أنت اليوم مثلا مدرب للنادي الفيصل، شو بتعمل أول شيء؟ بتحمل مسؤولية للاعبين للجهاز الفني، بنحكي عن المستوى الفني داخل الملعب بعيدا عن ممكن التخطيط للمستقبل للنادي الفيصلي من قبل الإدارة اللي كان فيه يعني ممكن تخبطات كبيرة في ملف المدربين والمحترفين، لكن نتحدث فنيا على أرض الواقع على أرض الميدان، ماذا يريد، ماذا يحتاج النادي الفيصلي لأن يعود في ظل هذه الأسماء الموجودة؟ هل الفريق بحاجة بكل تأكيد إلى تعزيز، ولا بتشوف اللاعبين مميزين؟ يعني كثير عندنا بالدوري الأردني بيحكوا يا عم الفيصلي عنده نجوم، عنده أسماء كبيرة في كرة القدم الأردنية، لكن الغريب غير قادر على تحقيق الفوز. ما هو بص حضرتك، يعني كرة القدم فيها حاجات أمور مرتبطة ببعضيها يعني، الإدارة، الجمهور نفسه، الجهاز الفني، المدرب، اللاعبين، كل دول ليهم أدوار يعني، كل عنصر فيهم ليه دور يعني. فأنا لو هتكلم على العنصر الفني من خلال مشاهدتي للمباراة النهاردة، لا أنا شايف في لعيبة، في بعض اللاعبين عندهم إمكانيات عالية جدا، وفيهم بعض اللعيبة على فكرة أنا دربتها زي أكرم الزواي، كان لعيب عندي في مصر هنا وأنا بدرب نادي دمنهور المصري يعني، وإمكانياته عالية جدا. لكن اللي أنا لاحظته وشفته إن خطوط اللاعبين بعاد عن بعض جدا، اللعب شبه فردي، مفيش انسجام خاصة في خط الدفاع الحقيقة، ما كانش فيه انسجام، حتى خط الهجوم مفيش ربط، ما فيش جمل معينة بتتعمل يعني، ما فيش حاجة داخل الملعب بتتعمل رغم ان في لعيبة عندها بعض الامكانيات يعني. فانا شايف هو يعني اسف في اللفظ، هو يعني شغل مدرب مع مجموعة اللعيبة اللي موجودة دي اعتقد ممكن تعمل بيهم شغل كويس، لكن محتاجين وقت الحقيقة طويل، محتاجين تدعيم في بعض المراكز الحقيقة اللي انا شفتها خاصة في خط الظهر، ان في مشكلة في خط الظهر يعني. يعني كابتن باختصار فنيا لو في مثلا مدرب منذ البداية مشتغل على هاي المجموعة كان ممكن الان الوضع مختلف.
اكيد اكيد ما فيش شك طبعا، لان انا بشكل عام حتى في نادي الوحدات برضو انا شايف يعني المستويات قريبه شويه من بعض، يعني الوحدات بيكسب سحاب واحد بالعافيه يعني، فالمستويات مش بعيده قوي زي ما قلت لحضرتك. يعني اللي بيعمل الفارق دايما في اي بلد من بلدان العالم هم المحترفين. صحيح. فنادي الفيصلي يعني محتاج بعض المحترفين الاقوياء. نعم. اللي عندهم مهاره، اللي عندهم قوه، اللي عندهم سرعه عشان يضيفوا للفريق. نعم نعم. كابتن اذا كنت متابع ممكن هذا النادي جديد في دوري المحترفين، نادي السلط الرهيب الذي قدم حضور قوي الموسم الماضي والموسم الحالي في مرحله الاياب بقياده ايضا المدرب الوطني الكبير جمال ابو عابد، يقدم مردود عالي ومستويات رائعه، حقق فوز رائع على نادي الصريح في هذا الاسبوع. وانا الحقيقه يعني فوجئت بمستوى السلط الحقيقه، اتفرجت له على كذا مباراه الموسم الماضي. نعم. هو نمره واحد، إدارة كانت ذكية جدا، تعاقدت مع مجموعة لاعبين عندهم خبرات. نعم. ودول ساعدوهم كتير جدا الحقيقة في البقاء الموسم الماضي أو تقديم عروض الحقيقة قوية جدا. نعم. تواصل ذكاء مجلس الإدارة بالتعاقد مع جمال أبو عابد. جمال مدرب منتخبات وعنده خبرات كبيرة جدا، وشخصية نعم. رائعة جدا. وراجل يعني مدرب منتخب يعني عنده رؤية ثاقبة داخل الملعب الحقيقة يعني. مع اختياره مجموعة لعيبة متميزة، وده أهم ما في الموضوع، وبالتالي بيقدم عروض كويسة جدا. فالمفاجأة راحت لما شفت جمال أبو عابد موجود والمجموعة اللعيبة الممتازة دي موجودة، وبالتالي خلاص يعني وضع طبيعي إنه يقدم يعني مستويات كويسة. معلش ساعده بالإضافة على كده إن معظم الفرق الحقيقة مستواها ما كانش هذا الموسم جيد. نعم نعم كابتن، المستوى غير جيد، ممكن هذا المبرر او شو تحليل اليوم؟ اكثر من نصف فرق دوري المحترفين في الاردن خطر الهبوط يطاردها. هذه مشكله كبيره على فكره، لما تلاقي خمس ست فرق بتناضل عشان تبقى في الدوري مشكله كبيره جدا. يعني ده معنى كده ان نص الجدول مستويات ضعيفه، والنص الثاني الى حد ما معقول اللي في وسط الجدول، وهنخش على المنافسه، منافسه على المركز الثاني. انا يعني واضح ان شبه محسوم او محسوم انا وجهه نظري يعني. نعم. الدوري للوحدات، الدوري ده بيدل على الحقيقه ان الدوري هذا الموسم مش قوي. نعم. مش قوي يعني، المنافسه في وسط الجدول على المركز الثاني والثالث. اها صحيح. طيب كابتن محمد اخيرا، ممكن تحدثت كثيرا عن نادي الجزيره بس نعطيه حقه اكثر. نادي الجزيرة في المواسم الأخيرة ممكن بنقص الحظ، لكان أيضا بطل لدوري المحترفين هذا الموسم، ممكن كان الأصعب على نادي الجزيرة، لكن مع ذلك ما زال يواصل المطاردة خلف المتصدر نادي الوحدات ويتمسك بالآمال بعد فوزه اليوم. تعرض لخسارة كبيرة أمام السلط الأسبوع الماضي، هذا الأسبوع واليوم عاد من جديد لتحقيق الانتصارات، ومواجهته القادمة ستكون صعبة وقوية ومثيرة مع نادي الوحدات. وبكل تأكيد الوحدات أهم شيء عنده رد الاعتبار وتحقيق الفوز على نادي الجزيرة. نادي الجزيرة هذا الموسم، نادي الجزيرة على فكرة أنا دربت نادي الجزيرة يعني. نعم. فهم عندهم لعيبة كويسة جدا الموسم الماضي، وأعتقد اللي قبل الماضي قدموا مستويات عالية جدا في الدوري وفي آسيا كمان، أنا تابعتهم الموسم أو الموسمين اللي فاتوا يعني. هذا الموسم يمكن مستوى أقل شوية، لكن يعني اعتقد هي يعني مباراتهم مع الوحدات هي مباراه الحسم يعني. نعم. او تقليل الفارق على امل ان الوحدات يتعثر وهكذا يعني. فمن هنا هتبقى مباراه قويه، لان ما يميز فريق الجزيره الحقيقه انه فريق متناسق، فريق بيقدم كوره جميله عجبوني قوي الحقيقه يعني، بيقدموا كوره فيها وعي، فيها ذكاء، فيها في تحركات مدروسه. نعم. في شغل مدرب الحقيقه كابتن أمجد أبو طعيمة يعني. طبعا وهو صديق عزيز ليا يعني. لا بيقدموا مستويات رائعه جدا، فاعتقد نادي الجزيره يستحق المركز الثاني بجداره. نعم كابتن محمد، سعيدين. نعم. بوجودك معنا. بتحب توجه كلمه اخيره؟ والمره الجايه بدها تكون مقابله عبر سكايب، نشوفك صوت وصوره يعني. اليوم مشينا لك اياها اتصال هاتفي، في المرات القادمه بدنا نشوفك والجمهور يعني المحب للكابتن محمد عمر، بانك تطلع عليهم دائما عبر هذه القناه. المشكلة ان انا ما بفهمش في التكنولوجيا دي، فما لكن هحاول ان شاء الله. عموما على من هاللي حواليك يا كابتن، من هاللي حواليك
طيب خلاص حبيبنا يا ان كابتن. شاء الله باذن الله، وده حاجه تشرفني طبعا. لكن بوجه الحقيقه تهنئه للشعب الاردني، بقول لهم كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم كلكم. الله يسلمك. وبوجه رساله للوحدتيه اللي هم عزاز على قلبي، على فكره هم على تواصل معايا على طول الجماهير يعني ومجالس الادارات المختلفه. حلو. فبقول لهم ان شاء الله مبروك على الدوري يعني، بس عايزين احسن من كده في اسيا باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. يعني اول شخص يا كابتن ببارك رسميا لنادي الوحدات انت. انا متاكد ان انا دربت الوحدات وعارف الوحدات ما بيفرطش يعني. يلا يا سيدي، هاي اول مباركه لنادي الوحدات من الكابتن محمد عمر. تبقى كره القدم ما فيها مستحيل. طبعا طبعا، لكن مع الوحدات ما فيش مستحيل اصلا. بدي اشكرك جزيل الشكر الكابتن محمد عمر المدرب المصري المعتز بتواجدك معنا اليوم في القناه الرياضيه، شكرا لوجودك معنا. شكرا كابتن العيد. شكرا. شكرا الكابتن محمد عمر. بكل تاكيد في الحصاد دائما الحديث عن دوري المحترفين، ودائما يكون منبر للمدربين العرب ومدربين الوطنيين والمحللين الاردنيين. والحديث الآن مشاهدينا الكرام دوري الدرجة الأولى، وينضم إلينا عبر الهاتف الكابتن ظاهر السردي المدرب والمدير الفني لنادي الطرة. كابتن ظاهر يسعد مساك. يسعد مساك أخوي ليث، ومساء الخير للسادة المشاهدين. بالشكل العام كابتن، إحنا كل فترة نستضيف عبر الهاتف أحد المدربين من دوري الدرجة الأولى. بالشكل العام كيف بتشوف الدوري حتى الآن؟ باقي 4 جولات، أنتم في المركز الرابع ذات رأس المتصدر والجليل في المركز الثاني. أخوي ليس دوري السنة دوري مولع، دوري الدرجة الأولى تقارب نقطي، يعني احنا لما نقول ذات رأس 20، البقعة والجليل 17، الطرة وبلعمة 16، اتحاد الرمسة 14. هاي المنافسة 4 جولات في مواجهات مباشرة راح هي اللي تحدد مين الأقرب للمحترفين. فالحظ وخلينا نقول الأمل في الخمس فرق بالصعود. كابتن ظاهر. اخوي معك كابتن ظاهر. انت بتقول لي مولع الدوري، مولع سلم الترتيب، احنا اليوم مش مشاهدينه مش بث للاسف. المباريات فيها اثاره، فيها متعه والله بكل يعني امانه بكل صدق. بتشوف الدوري اليوم مستواه ببشر في الخير؟ لانه دائما احنا اللاعبين في دوري المحترفين بيكونوا يعني في الايام القادمه بعضهم بيكونوا من الناشئين، وبكونوا في النهايه خلينا نحكي بوابه لهم انهم يذهبوا لدوري المحترفين. فايضا في كثير استقطابات دائما بتكون من انديه المحترفين من لاعبين دوري الدرجه الاولى. والله يا اخوي ليس من دون مجامله انه في مباريات بالدرجه الاولى اقوى من مباريات بدوري المحترفين. حلو. في انديه جهزت وفي انديه لعبت بالفئات العمريه، انت بتعرف السنه ما كان القرار الغاء الهبوط بالدرجه الاولى. ففي انديه شاركت للمشاركه لاعداد فرق للمستقبل. الاغلب خلينا نقول 7 فرق من انديه الدرجه الاولى لا اشتغلت على الصعود. فكانت المستويات عاليه، وفي مستويات للامانه انا قلت لك تتغلب على مستويات اللي بنشوفها احنا بدوري المحترفين. نعم. الحمد لله رب العالمين، حتى الاتحاد ما قصر. احنا قاعدين بالاسبوع اللي احنا بيه والاسبوع الماضي بنشوف نخبه الحكام المحترفين قاعده تنزل تحكم مباريات، لانها مباريات مصريه وقويه بالدرجه الاولى. نعم كابتن ظاهر، بدي اشكرك جزيل الشكر، وان شاء الله في الحلقات القادمه يعني مع تمديد ساعات خلينا نحكي التجول وتستطيعوا انكم تكونوا معنا في الاستوديو، راح يكون في لكم استضافات وحديث اكثر عن دوري الدرجة الأولى. بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. حبيبي يا أخوي ليث، وبالتوفيق لكل الأندية إن شاء الله. الله يسعدك حبيبنا يا كابتن. وفي الختام، من كرة القدم للرجال إلى كرة القدم النسوية، نادي عمان يحقق لقب دوري المحترفات الرابع له. هذا الفيديو ولقطات من الاحتفال باللقب والتتويج وبعض المقابلات. الحمد لله صراحة هذا تعب الجميع، مش بس تعب حارس، تعب إدارة، كادر كامل، وكوتش عماد الطرايرة له شكر عظيم إنه كان يتعب معنا كتير عشان نوصل لهذا الإشي. وزي ما حكيت بكل مرة، أول ما بلشنا الدوري كنا حاطين إنه ما يدخل ولا هدف، كانت على وشك صغير بشباب الأردن إنه
يتحطم هذا الحلم، بس الحمد لله رب العالمين توجت بأفضل حارس. نادي عمان دائما متعود على البطولات وعلى الانتصارات، ومتعود دائما انه في عنده خامات كثير منيحه من اللاعبات. هذا الشيء احنا بنطمح انه نشوفه بالانديه الثانيه، وراح نساعد في قدر الامكان بانه احنا نكون او انا اكون سبب بانه اساعد هدول اللاعبات بانديتهم بانه يقدروا يوقفوا انديتهم على رجليهم. صرنا نشوف عدد كبير من الانديه مشاركات الدوري، كان زمان اربع جيمات وخلص نخلص وبعدين نتجمع منتخبات اكثر، هلا صرنا نقضي وقت اكبر مع الانديه صارت تلتفت اكثر بانه احنا بحاجه لمدربين فنيين يدعموا هاي المواهب ويؤسسوها وقف رجليها. صار في جماليه كثير حلوه بالنسبه للدوريات وكره القدم النسويه، صارت تستقطب الجمهور من ثم الاعلام، وهو المفروض العكس، الاعلام هو اللي بيستقطب الجمهور. فهذا اللي بحكي لك اياه، خلال مسيره 15 سنه مع المنتخب 20 سنه مع النادي احنا قدرنا نوصل لهي المرحله. مبارك لنادي عمان تحقيق لقب بدوري المحترفات، وبنبارك لهم والله يعطيهم العافية. بنقول للكابتن انشراح يصاد، دائما الإعلام كان داعم لكرة القدم النسوية ومتابعة كانت دائما، لكن ممكن مش بالحجم الكبير اليوم، لكن دائما الإعلام يقف على مسافة واحدة ودائما داعم لجميع الرياضات في الأردن. معنا الكابتن خالد نمر المدير الفني للفريق. كابتن خالد يسعد مساك. الله يمسيك بالخير يا حبيبي. يعطيك العافية كابتن. الله يعافي عمرك ويرضى عليك. يعني الغيبة طولت، خالد نمر لاعب كرة قدم اليوم مع مدرب لكرة القدم النسوية ومع نادي عمان، بدنا نقول لك مبروك ويعطيك العافية. الله يبارك في عمرك وبشكرك على هاي الفرصة اللي الواحد يتواصل مع المشاهدين نعم. كان في لنا غيبة فعلا بعد ما الواحد خلص مسيرته كلاعب نعم. وبتعرف الواحد بيشتغل على حاله يكون مدرب وهيك، فبتاخذ معاه وقت دورات وشغلات نعم. وكان في لي تجربه صغيره انا بالفئات مع النادي الفيصلي نعم. وعلى طول صحت لنا اول فرصه مع نادي عمان، والحمد لله يعني باول مشاركه كانت تجربه جديده، هي دوري السيدات المحترفات اول تجربه لي. توفقنا في موسم استثنائي الحمد لله، يعني حققنا فيها انجاز مميز جدا بالعلامة الكاملة، كل مباريات فوز نعم وما تسجل فينا ولا هدف. يعني كابتن انت سبقتني شو الارقام هاي، يعني مسجل نادي عمان 76 هدف، ما تعرض ولا لخسارة وما تسجل في مرمى اي هدف، الحارس ملك شنك افضل حارس ولا هدف دخل في مرمى. شو بقيت تلعبوا كابتن؟ مش فاهم، كاين في منافسة؟ طب كان في فرص، كان في تصديات، يعني نقول ولا هدف من الحارس يعني كانت مميزة. استاذ ليت بدي احكي لك شغله. هلا شوف، عندنا لاعبات مميزه بصراحه، احكي لك في لاعبات على مستوى عالي، يعني في عمود فقري للفريق ما شاء الله، في نجمات مميزات جدا نعم. والاضافه للاعبات خبره، بس بتعرف انت الجهد في الانجاز دائما يعني بتحقق مع منظومه كامله من اداره، من جهاز فني، من جهاز طبي، من جهاز اداري، واللي بتوجه اللاعبات في النهايه. بس اللي بدي احكي لك انه فعلا فعلا ما كان في فرص حقيقيه، يمكن هي الفرصه الوحيده اللي كنا نتوقع انه ممكن يجي فينا جول هي ركله جزاء لشباب الاردن في مباراه الاياب، وصدقا ما بحكي هيك تقليلا من الانديه ما شاء الله عليهم يعني نعم. بس الكره نفسها احنا اللي صنعناها، يعني كان باص خطا مع من لانا فراس للحارس. يعني كابتن احكيها في العاميه، هاي باقي مبارياتك وجول انجليز؟ لا 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 كابتن، شو كابتن بتقول لي ولا جول وبتحكي لي فرصه واحده من ركله جزاء كانت والحارس صدق؟ بدي اشرح لك شيء. هلا بالنسبه للدوري الاردني هون المحترفات، كان في منافسه بدك تحكي ثلاثيه بين نادي عمان وشباب الاردن والقادسيه نعم. وفعلا التعبت مباريات قويه جدا، يعني احنا فزنا على شباب الاردن والقادسيه ذهاب اياب 3-0 2-0 3-0 2-0 نعم. هلا هاي المنافسه المباراه بتدلك على انه مباراه بتصير بالدواري، يعني ممكن قطبين في الدوري الاسباني بتخلص المباراه 5-6 نعم. فانه المباراه كانت قويه، بس فعليا يعني كفرص يكتب للفريق، يعني شكله كمنظومه كامله في الدفاع، ما بدي احكي عن المدافعين لحالهم اكيد لهم الدور الاكبر بالاضافه للحارس ملك شنك، بس فعليا الفرص قليله جدا الحقيقيه على المرمى، تكاتف الفريق، واللي بدي احكي لك اياه الاكثر انه استحواذ الفريق على الكره، اللي حرمان الخصم من الكره هو اللي بيساعدك انك تدافع، مش موضوع انه انت تكون مستبسل في الملعب وانك بتطلع كرات،
يعني كرة القدم تطورت وصار في لها مفاهيم ثانية، حرمان الخصم من الكرة أقوى من أي دفاع ممكن أنت تكون عامله سواء بالزون أو بالدس أو بالضغط أو كذا. كابتن بدي أشكرك، بس هذا الحرمان من الكرة مش طبيعي يعني. بدي أشكرك تحية لكل الأندية ونادي شباب الأردن، نادي اسم كبير في كرة القدم النسوية، بنقول لكم مبروك مبروك لك كابتن خالد. ولكن سألتك عشان سجل التهديف العالي 76 هدف ولا هدف دخل مرماكم، مبارك نادي عمان، هارد لك لباقي الفرق، وكل عام وأنتم بألف خير، تحية مني لكم وإلى اللقاء.